ديماراج اول حاجه كيف ما كتلاحظ عوده الجماهير الرجويه للملعب هذا شي حاجه مزيانه الحمد لله. كيف ما كتشوف الجمهور كيف التيران راه ممكنش يكون ماتشات بلا جمهور، كيعطي واحد الزياده في داخل الملعب. وكنطالبوا من المسؤولين ينقصوا لنا شويه في الثمن ديال التذكره، كنلقاو بعض المشاكل من بينها فلوس ترونسبور، فلوس ديال التيكي، فلوس الماكله، تطلع لك نهار واحد 120 درهم على الاقل، بحال دابا نجي من الرباط باقي شي بعني الطريق فهمتي. كنتمنوا ان شاء الله الدراري يديروا ما عليهم الفوز باللقب ان شاء الله، ولا يمشيوا بعيد على الاقل يوصلوا النهائي على الاقل يفرحونا يفرحوا الشعب الرجاوي. كنتمنوا ان شاء الله عاوتاني الكورفه ترجع الماتش الجاي ان شاء الله. الاحساس ديالي الاخ صراحه في المتنفس الوحيد ديالنا هو ردوا لينا التيران، المتنفس الوحيد اللي شي نقدروا نعبروا فيه على داك الشيء اللي مخبي لداخل شنخبوه في التيران. ما كما قال لك تعيش الخضره وصافي اخواد العز. اليوم اداء ما كانش بالمستوى صراحه، ما قنعوناش الدراري، كاينين باقي شي عناصر قلال اللي في الراجل باقي شي قصروا بحال مش هو اللي كذبش عليك اللاعب الكبير ديال الراجل اللي ما يمكنش يخلفوا لنا شي واحد اخر فهمتيني. المهم ما نكذبش عليكم ديما راجل ديما خضر عز ناقص العرجون كاين مذكور هو ناقص، والبلان ديال 30 درهم اخويا راه ما بلانش، ما يمكنش اخويا واش كتشوف وداد والاخرين دايرين لهم 30 درهم وحنا 50 درهم، ما يمكنش واش 13 مليار وانا ما عرفتش شحال من مليار داخله ودايرين 50 درهم، راه لا يعقل هذه، راه الراجا زعما راه خاص 30 درهم اخويا. وراه ان شاء الله الماتش الجاي يفهموا راسهم ويكونوا الارترات زين ونشوفوا حاجه اخرى. الدراري مذكور والعرجون راه ان شاء الله من هنايا مازال ما ولفوش ومازال مضعوقين وصافي. احسن حاجه بعد اليوم هو الجمهور، عوده الجمهور الى الملاعب احسن حاجه. واللقاء ديال اليوم ما لقاء ما عجبناش اليوم الصراحه، اللقاء كان غير بالمستوى، كنتمنوا الفريق الرجاء يرجع كما كان الايام الاولى. والمهم احسن حاجه هي ثلاث نقاط باش نكونوا حنا في الترتيب وديما رجاء. الاحساس ديالي ما غيتوصفش لان فرحه كبيره. الحمد لله رجع المتنفس الوحيد اللي هو العشق ديال الملعب. بالنسبه للاداء، الاداء لا يمثل لا يشرف كرجاوي بتاتا. اجمل ما في اللقاء هما ثلاثه النقاط، الحمد لله تسعه ديال النقاط، انتدابات دو المستوى، اللاعبين الافارقه ما كيستاهلوش يحملوا القميص الوطني. نتمنى القادم يكون احسن ان شاء الله.